فرخه بيبي تشيكن. كده زي ما انتم شايفين خلصت. دي فراخ كلها يعتبر البابريكا فيها اكتر، ممكن تحط عليها شطه حمراء عادي براحتك براحتكم مفيش اي مشاكل. تتبيله المطاعم العاديه يعني، بس يعني التكات اللي فيها غير لا تقطيع بصل ولا توم ولا اي حاجه، كل حاجه بقى سبايسي توابل ناشفه مفيهاش اي مشاكل. لسه هديها سنه كزبره دلوقتي شايفين ده كمان معناها جوه. دي الليمون بالليمون. دلوقتي هنعمل جناح بشرة التوابل التتبيله الباقيه، نفس التتبيله بتاعت الفراخ، تتبيله البابريكا والشطه. بس كده الاجنحه خلاص تمام، جاهزه نسيبها ساعه برده مع الفراخ. بعد ساعه ان شاء الله تبتدي تتسوي. يلا بينا. نيجي بقى للحواوشي، الوحش الكبير. ده حواوشي اسمه حواوشي الغربة، هنعمله على قد حالنا كده وإن شاء الله هيعجبكم وكل حاجة تبقى تمام. أول حاجة بتجيب اللحمة و25% عليها دهن وبصلاية جميل وشوية كزبرة فص ثوم. تبتدي نقطع البصلاية دلوقتي. نيجي في العيش بتاع الحواوشي. انا عن نفسي عشان احنا في غربه بقى وكده ما بعديش انا في العجين والكلام ده كله، فبعمله يا في عيش زي ده بفتحه واحشيه، يا اما بعمله في عيش التورتيلا المكسيكي اللي هو زي ده، وده بيبقى مفضل ليا اكتر لانه سهل، يعتبر لسه عجينه بس ماسكه نفسها، وده اسهل ما مش محتاج ان انا اعجن في البيت ولا اخبز ولا اي حاجه، على طول بحط الحواوشي فيها وبسويه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. الثلاجة بجيبها كده ونفردها في العيش التورتيلا براحتك انت ومقاديرك، بس انا افضل ان يكون كفايه مش كتير عشان ما يبقاش فيها ميه كتير والكلام ده كده، فتبقى تسويه ما تاخدش وقت، يا دوبك 3 دقايق 4 دقايق في النار وهي كده تبقى بالشكل ده ماسكه نفسها مفيش اي مشاكل. بس وقوم تاني التورتيلا وقافل كده كده واحد، هجربها تاني معاك في العيش. الوقت هنقلب ونشوف. يا سلام يا سلام يا سلام، نيجي دلوقتي للحواوشي. حواوشي بيبل ايدي ميه، بمسح عليه كده
محدين حط على التحت. الله الله شوية شوف الليمون. سلام. تجمعها كده يعتبر خلاص خلصت كده مع جنب هنا. الترتيب في الشوي اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه انك ترتب تعرف حط ايه قبل ايه وايه امتى، عشان في حاجات بتاخد وقت في التسويه وفي حاجات بتسوي بسرعه، يعني الكفته مش هتاخد لحظات. تتبيلة الكفته انا ما بستخدمش اي حاجه لا بصل ولا اي حاجه، بستخدم كلها توابل ناشفه. سمعين الصوت يا جماعة، سمعين الصوت. نبتدي الأول بالفراخ بالليمون اهي، نبتدي بالورك هنا جميلة جميلة. ليمون مدهم طعم صوري كده، مزازة زي مزازة السمك جميلة. الفراخ العادية فراخ بالبابريكا والشطة الجميلة برضو. حواوشي كفته بقى كده في الطحينه.
ها طعامه. ولو الاكل عجبكم ما تنساش السبسكرايب والشير، وبالهنا والشفا.